حوالي الساعة 2:30 من صباح هذا اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدججة بالسلاح باقتحام جامعة النجاح الوطنية في انتهاك صارخ لحرمة الجامعة ولكل المواثيق الدولية ولحرمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. قامت بكسر بوابة الكراج للجامعة، الاعتداء على 2 من زملائنا، نتمنى لهم السلامة، هم الآن موجودين في أحد المستشفيات. ومن ثم قامت باقتحام فج لحرم الجامعة، وقامت باعتقال مجموعة من الطلبة داخل الجامعة، وقامت بالعبث بمقدرات هذه الجامعة، ومن ثم قامت بالانسحاب. كان هناك من الطلبة المعتصمين لأسباب نقابية داخل الجامعة. يعني هذا انتهاك يندرج في إطار الانتهاكات الإسرائيلية لكل مقومات صمود شعبنا الفلسطيني. في قطاع غزة رأينا اعتداءات، هدم للجامعات، للكنائس، للمساجد، للمدارس، للمستشفيات، ورأينا أيضا اقتحامات لجامعات شقيقة قبل أشهر من اليوم. هذا يندرج في إطار المسلسل الإسرائيلي الدائم نحو استهداف كل مقومات مسيرة التنمية المستدامة في فلسطين، وفي مقدمتها الجامعات الفلسطينية التي تشكل يعني صفا أولا ومتقدما في مسيرة التنمية المستدامة والعمل الوطني في فلسطين. وبالتالي هذه دعوة لكل المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها، ونحن أيضا نحمل الاحتلال كافة المسؤولية عن سلامة طلبتنا وأمنهم، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم.